صباح النور، مرحبا بكم. اليوم يبدا البوكسينغ داي، نقولوا نجموا في البطوله التونسيه، البطوله التونسيه اللي نذكر 7 جولات باش تلعبوا في 22 يوم انطلاقا من اليوم. اليوم اول جوله من مرحله الاياب، المجموعه الاولى 4 مقابلات اليوم، 4 مقابلات غدوه بالنسبه للمجموعه الثانيه. نعطيو دونك البرنامج اليوم، عندنا الكلاسيكو والقمه، لقاء بين نادي الرياضي الصفاقسي وترجي الرياضي التونسي يبدا الساعتين، يتعدى على قناه الكاس المفتوحه، والمصري محمود البنا هو حكم المقابلة هذا اليوم. نحكيه على تشكيلات محتملة بالنسبة للزوز فرق قبل 6 سوايع تقريبا من بداية المقابلة. الترجي الرياضي التونسي الفريق الضيف يمثل صدق الدبشي في حراسة المرمى مع محمد أمين بن حميدة، محمد بن علي، ياسين مرياح، وعودة منتظرة لمحمد أمين توغاي في المحور، كوليبالي في الوسط مع صابر بوغرين ومحمد علي بن رمضان، ممكن برشا زاد يكون معتز الزدام موجود في مكان صابر بوغرين في التشكيلة نتاع اليوم. زاد فما حمد الهوني، نيس البدري، محمد علي بن حمودة في هجوم الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للسياسات تشكيلة موريسي، كنا نحكي على تشكيلة نبيل معلول، تشكيلة المحتمل موريسي واليوم أيمن الدحمان في المرمى، محمود غربال، الحمروني، علي إغرام، ونصراوي، هذا الرباعي الموجود في الدفاع المنتظر في النادي الرياضي الصفاقسي في مقابلة اليوم، شادي الهمامي، فارس ناجي، يوسف باشا، مع عزيز السكرافي، عبدالله العمري، ودياكيتي. هذه الأحداث المحتملة بالنسبة للسياسات في مقابلة المهير اليوم بين النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي. نذكروا السياسات موجود في المركز الرابع في المجموعة هذه، عنده 7 نقاط في المقابلة. الترجي الرياضي التونسي عنده 14 نقطة، موجود في المركز الثاني. الساعتين تبدأ المقابلة في المهيري وتتعدى على قناة الكأس القطرية. بقيت المقابلات المبرمجة اليوم في المجموعة هذه، المجموعة الأولى اتحاد طاوين يلعب مع متصدر المجموعة النجم الرياضي الساحلي، محمد الفني هو حكم المقابلة هذه، أمال حمام سوسة مع الملعب التونسي، تحكيم أحمد الذوادي، نادي بنزرتي مع هلال الشابة، تحكيم نضال الطيف. هذه المقابلات زادة اللي تتعدى اليوم الساعتين، واليوم نحكيه على ديما نذكر الدفعة الأولى من المجموعة الأولى، نحكيه على الدفعة الأولى من الجولة الأولى من مرحلة في البطولة هذه، مقابلة المجموعة الأولى. مقابلة المجموعة الثانية غدوة تتلعب، ونعطيكم البرنامج، نعطيكم خاصة تعينات الحكام. النادي الإفريقي مع النجم المتلاوي غدوة مع الساعتين، صادق السالمي هو الحكم، مستقبل سليمان مع مستقبل راجيش، فرج عبدالليوي هو الحكم، اتحاد المنسير مع الأولمبي البيجي، أشرف الحركاتي، زفر المقابلة هذه، وأويكلو أولمبيك سيدي بوزيد يستقبل اتحاد بنجردان، الحكم أسامة رزق الله. نحكيو على الكرة في مصر، بما أنه عنا ملعبية، قعنا ملعبية في البطولة المصرية والكأس المصرية. البارح الحدث بالنسبة لنحنا التوينس هو أول دقائق، أول ظهور المحمد الضاوي كريستو مع فريقه الجديد الأهلي المصري. الأهلي لعب نصف النهائي البارح في كأس مصر قدام السموحة، ربح 3-1، مقابلة كما قلنا شارك فيها محمد الضاوي انطلاقا من دقيقة 73، وزاد شارك فيها مقابلة كاملة لعبنا وقيدومنا علي معلول اللي كان أساسي ولعب بالمقابلة كاملة. الأهلي يلعب النهائي، هذا دور نصف النهائي، لكن النهائي باش يكون ضد فريق بيراميدز، فريق فخر الدين بن يوسف. دونك لما تنسي نجم نقولوا في نهائي كأس مصر في الموسم اللي تعدي، نحكي على 21-22. وإحنا حكينا على علي معلول، علي معلول تم اختياره ضمن التشكيلة متاع ملاعبية ولا الأفضل في القارة الإفريقية وفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء كل عام يعطي أفضل تشكيلة في القارة الإفريقية. المرة هذه في عام 22 موجود علي معلول في الدفاع، على يسار الدفاع بينسور، لكن موجودين معاه في حراسة المرمى ياسين بونو حارس المنتخب المغربي، في خط الدفاع موجودين مع علي معلول، أشرف حكيمي، رومان سايس لاعب المنتخب المغربي زادة، وكاليدو كوليبالي لاعب المنتخب السنغالي، وفي وسط الميدان قاو سفيان مرابط المغربي، محمد كودوس الغاني، عز الدين أوناحي المغربي، في الهجوم محمد صلاح المصري، فانسون أبو بكر من الكامرون، وساديو ماني من السنغال. نحكيه على الهوند المرة هذه، نحكيه على الهزيمة الجديدة للمنتخب الوطني التونسي والمشاركة الهزيلة جدا في الكأس العالمية ذي في المونديال اللي تلعب في السويد وبولونيا. احنا حد السويد، لعبنا كان في السويد 3 مقابلات، انهزمنا مرة أولى مع منتخب بلجيكي، قبلها تعادلنا مع منتخب بحرين، وخسرنا البارح وخسارة منتظرة قدام منتخب الدنمارك، 12 نقطة فارق، 34 مقابل 21 لمنتخب الدنمارك.
كملنا في المركز الأخير في الدورة هذا من أربعة منتخبات جينا الرابعين، تعادات الدنمارك البحرين وبلجيكيا وإحنا خرجنا من اللعبة. لكن مش نلعبوا مقابلات متاع كأس الرئيس، نجم نقولوا مقابلات ترتيبية وودية إذا كان نحكيه على مقابلات ضد منتخب المغرب والجزائر ومقدونيا الشمالية. نلعبوا على الترتيب بين 25 و 32، يعني بين 25 وآخر مركز. إذا كان نربحوا ماتشواتنا لزوز ضد المغرب والجزائر والمقدونيا الشمالية، نحكي على ثلاثة مقابلات، نجم نكملوا في المركز 25 من 32 منتخب شارك في المونديال هذايا. يوبين دوستخالي، نحكيو تنس. أول مفاجأة في نسخة العام هذا يخرج الأسطورة رافائيل نادال من الدور الثاني قدام الأمريكي ماكنزي ماكدونالد رقم 65 عالميا. الأمريكي ربح زوز أشواط مقابل واحد، ونادال كان تضرب خلال المقابلة هذه، خسر الماتش وفشل في الحفاظ على اللقب اللي هزه عمنا والمدامنا في اللوبين دوستخالي اللي يسأل على أونس جابر. أونس تلعب غدوة إن شاء الله الدور الثاني في انتظار التعرف على المنافسة امتاحة. نرجع نحكي وفوت أهم المقابلات اليوم في أوروبا، فما مقابلات فيها برشا كورة، فيها برشا فرجة. في البريمير ليج التسعة كريستال بالاس مع مانشستر يونايتد، والمقابلة الأهم اليوم السوبر كوب إيطاليا بداية من الثمانية في الرياض في السعودية، بطل 2022 جمعية ميلانو يلعب مع صاحب كأس 2022 الكوبا في 2022 إنتر ميلانو. دونك ديربي ميلانو بين ميلان وإنتر بداية من الثمانية متاع الليل، مقابلة تتلعب في السعودية. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net.